كان نستشر في واحد القضية عندي في واحد المشكلة عندي مع واحد الجار ديالي هذه مدة طويلة أزيد من عامين وأزيد من 5 سنوات للمحكمة توصلنا بشكايات من العديد من الشكايات والسيد الوكيل الله يذكره من الخير درسنا المحاضر ديالنا داز عليه والسيد عطالو الاسم دياله في المتهم وانا يعطي لي انا الحق ديالي التهديد والسب والقذف اللي 3 مرات هو السيد كيتهدد عليا اول مره غادي نذكروها انا بالنيه ديالي حسنا ماشي غادي نصلي صلاه المغرب تعرض ليا هكا في وسط الشارع قال لك ولد الحرام ولد الحرام هذا هو الاسم الاول اللي غادي يقول لي السلام عليكم هذا جاري ولد الحرام شكيت منها نكر هذه الاولى ثاني حاجه جا عندي تهجم عليا عند العمل ديالي في المجلس الاقليمي لمدينه بركان اللي تابع العماله تما كان الكاميرات كان الشهود اللي كان الموظفات هذاك الهجوم اللي تهجم عليا كسب ليا الرصيد الرئيس والسيد الرئيس بصفته انا خدام عنده مواطن مغربي خدام عنده مازال هذا شي واحد منهم الداعيه شي لافوت ملي السيد قهوه معاه هضر معاه ناض خرجني من العمل ديالي وهذا الشيء اللي كان طالب انا من هاد الناس المسؤولين الكبار في الرباط بانما القضيه ديالي في المحكمه اللي كان في الملف ديالي الرقم الملف 45037 راح تحكم به السيد الرئيس اللي تحكم في هذه القضيه ديالي حكم للسيد الاصل بالبراءه حكم له على الصالح ديالو وهذا الحكم اللي حكم له على الصالح ديالو انا راه السيد راني متابعه في الدنيا ومتابعه يوم لقاء الله على السيد التهديدات ديالو اللي خرج لي على العمل ديالي وتهدد عليا سب لي الوالده ديالي والثالث حاجه اللي قال لي حدي الضربه من غادي تجيك وهذا السيد منافق والمنافقين في الدرك الاسفل كسب الاصدقاء ديالو بزاف منهم في الادارات ودابا الى جات فيا شي ضربه انا ما عنديش شي عداوه داخل وخارج المغرب هاد المشكله استاذ المحترم واحد اش من تاريخ درك فوقاش توصلت المحكمه فوقاش توصلت في التاريخ في 2019 في 1 في 17 2019 في 1 في 17 توصلت المحكمه ولكن قبل كنا صابرين واصبر كنا صابرين هذا جارك راه الله قال لك هضر على الجار والرسول عليه الصلاه والسلام وصى على الجار وحتى الشيطان اللي عنده هو وصى على الجار هذا كسبهم الشيطان اللاعين نفخ فيهم الروح دخلوا لي واحد المنتف ومازال كيدخلوا مناتف اخرى باش غادي يعتقلوني يحلفون ينكثون الحق وهم يعلمون هاد الناس زعما اللي هاد العصابه هادو عصابه اجراميه داخله من هاد الاداره هي انا مواطن مغربي راني في ضرر مع هاد الناس دروك كنكونوا لي عصابه ماشي واحد اللي بقى ولا زوج ولا ثلاثه البوليس اخويا انا عمرت المحضر ديالي وحده واستاذ هو عمر المحضر ديالو وحده والسيد الوكيل المحترم طالع المحاضر ودرس القضيه وعطى لنا شكون المتهم وشكون اللي طالب حقه في الجلسه استاذ المحترم انا ما تلاقيتش مع في الجلسه نهائيا وهذاك النهار كان عندي لورد ميسيو باش غادي نخرج به للخدمه وغيبت هذاك الساعه مشيت حضرت في الجلسه السيد ما حاضرش في الجلسه وتوصل من البراءه والسيد ملك البلاد الله ينصر وشدنا الله في الصحه ديالو ما كيقول لك فاعملوا والله سبحانه كيقول لك فاعملوا فسيرى الله عملكم هادو ما داروا شي عمل هادو حكموا المصالح ديالو والصلاه على النبي انا ما عندي با غادي نطلع عاد ضروري بزاف استاذ راه كيقول لك حتى الضربه ما غادي تجيك هما الا ديالي الوالدين ديالي غير انا هو الوحيد اللي عند الوالده ديالي ودابا كسب ليا هو والزوجه ديالو واحد الولد راه عنده كيتريني راه ترينا واحد السيمانه حتى هو راه كيتبان داك يخرج الصدر تبارك الله عليه المهم هذه من جهه اخرى كيقول لك ما يتزوجوش حتى كيتشابهوا الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات حتى المراه ديالو كتمشي معاه كتعمر معاه محاضر بغات كطلب حقها باش غادي تعتقلني انا الساده المحترمين ديال بركان غادي يقدر غادي نحط واحد 3 دريوس تبارك الله عليهم بحال السيد العامل الله يذكرهم خير هذاك رجل طيب كيخدم لمدينه بركان والسيد الوكيل حتى هو نفس الشيء والسي رشيد الضيف وكاينين شي مسؤولين اخرين في الامن تبارك الله على الامن كان طالب انا كنطالب الناس ديال الداخل كنطالب ملك البلاد الله يبارك لنا الله فيه وكان طالب في السادة المسؤولين الوزارة على هذا الإشكال اللي عندي وهذا المشكل اللي عندي ما بغاوش يلقاو له الحل حتى النهار اللي غادي تطيح فيا شي تكلم فيا شي ضربة غنطيح جثة واش غادي أمر السيد الوكيل غادي أمر بتشريح الجثة إلا أمر بتشريح الجثة أنا مواطن مغربي ما كنديرش الحاجة اللي مخالفة القانون والحاجة اللي ما كترضيش الله والسلام عليكم.